فدراسة الموضوع مفيدة للإنصاف. الأمر الثاني أنها مفيدة في تعلم التأصيل، في تعلم التأصيل كيف يختلف الناس في مسألة، فتحرر أنت هذه المسألة دون حيدة ودون زيغ أو انحراف. الأمر الثالث وأمر مهم جدا بيان طريقة بعض أئمة السلف في المسائل المختلف فيها. إذن هذه ثلاثة أمور مهمة جدا: تحرير المسائل، الإنصاف، بيان منهجية بعض المتقدمين من السلف في معالجة مسائل الخلاف. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد السلوك في مجموع الفتاوى؟ ماذا صنع؟ إذا صنع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قسم الصوفية إلى أقسام، وقبل أن يقسمها ذكر تنازع الناس في هذا الاسم. لماذا سمي الناس بالمتصوف؟ فقال: منهم من زعم أنه نسبة إلى الصفاء، لأن المتصوفة يريدون ويرجون الصفاء، صفاء القلب والروح، ولهم في ذلك أدوات ووسائل وطرائق، منها كثرة الصمت، ومنها قلة النوم، ومنها قلة الطعام. قلة الطعام، قلة النوم، كثرة الصمت، كثرة الصمت، كثرة التفكر أو التدبر. فهذه الأشياء لو أنت عند مدة طويلة من غير ما تأكل إلا لقيمات، مدة طويلة من غير ما تشرب إلا شربات يسيرة، مدة طويلة لا تنام إلا دقائق ولحظات، وإذا نمت هذه الدقائق فلا تنام هذه الدقائق ملء أجفانك، ولكن كأن جمرا أوقد تحت رجليك، وكذلك أنت دائم الفكر والتدبر والتأمل، ثم أنت صموت لا تتكلم أبدا، أنت صموت لا تتكلم أبدا. يزعمون أن هذه الأدوات مفيدة جدا في تصفية القلب والروح، فسمي هؤلاء الناس بالصوفية نسبة إلى الصفاء. فقال شيخ الإسلام أن ذلك خطأ، لأن هذه النسبة غير صحيحة، فالنسبة إلى الصفاء ليس صوفي، وإنما صفائي، صفائي. طيب، قالوا إنها نسبة إلى صوفيا، وهذه كلمة يونانية بمعنى الحكمة، وكأن القوم يطلبون الحكمة، وكأن القوم يطلبون الحكمة، فنسبوا إلى ما يطلبون، أي نسبوا إلى ماذا؟ إلى الحكمة. قالوا هذا خطأ، لأن النسبة إلى صوفيا لا تكون أيضا إيه؟ صوفي. وصوفيا أيضا كلمة يونانية، والنسبة إليها ليست على نهج العرب. طيب، قالوا إنها نسبة إلى قبيلة تسمى قبيلة بني صفة. قال: وهذا أيضا لا يكون صحيحا، لأنه لو كانت نسبة صحيحة وقوم من العرب يبقى إيه؟ صفي. طيب، قالوا نسبة إلى مجموعة وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبيت بالمسجد وتتخذه سكنا ومقاما، قليلة ذات اليد، فكانت تبيت بالمسجد فاتخذت لهم صفة، أي كالعريشة يبيتون تحتها في المسجد، ف
فسموا كذلك بالصوفية نسبة إلى هذه الصفة، وهذا أيضا غير صحيح، لأن النسبة إليها ليست صوفي وإنما صفي. قالوا هي نسبة إلى الصوف، إلى الصوف. أتعلمون الصوف؟ عارفينه؟ نسبة إلى الصوف، وهي بداية قديمة، بداية قديمة. وقالوا إن هذا كان في زمن التابعين، وروى في ذلك أثر عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه رأى قوما يلبسون الصوف، فقال: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء يتشبهون بعيسى بن مريم. يتشبهون بماذا؟ بعيسى بن مريم. وكنت في أحد المجالس ذكرت بأن هناك أثر غير إسلامي في نشأة البدع والانحراف عن منهج أهل السنة،